السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غتكون واحد الوصفه اللي سهله مهله، كتوجد بسرعه بدون تمارة سهله. غنديروا الدجاج ان شاء الله، غادي يكون مشوي في الفران بواحد الطريقه مبسطه بتتبيله مغربيه 100% مع دوائر ديال البطاطس والبصل. كنتمنى تتبعوا لا فيديو حتى الاخير وتشوفوا المراحل وتجربوا. بطبيعه الحال انا اكيده انه غادي يعجبكم. وبطبيعه الحال الا كنتي اول مره تشوفي القناه ديالي ام لطيفه، ما تعكزيش وتشاركي معايا في القناه باش تكبر عائلتنا اكثر ونعطيو ان شاء الله المزيد. بسم الله على بركة الله. نذكروا المقادير ديال هاد الصينية ديال الدجاج. ان شاء الله على بركة الله غادي نحتاجو للدجاج. بطبيعة الحال الدجاج على حسب افراد العائلة ديالك. انا تقريبا درت نصف دجاجة اللي شديتها وغسلتها ونشفتها من الماء وقطعتها في اللحتة كيف ما كتشوف. عندي هنايا اربعة البطاطات صغار اللي قطعتهم دوائر رقيقة. عندي اربعة البصلات اللي شديتهم تاهما كذلك قطعتهم دوائر رقيقة. جوج المعالق ديال الزيت، جوج المعالق ديال عصير ديال الليمون الحامض، وكذلك عندي بصلة متوسطة أو جوج بصلات صغارات، وخليط من الكزبرة والمعدنوس. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج الفلفل الأسود، الكركم، سكينجبير، الملح، وهنايا عندي بسيبيسة أو قعقلة اللي ما مطقوقين ما والو كيف ما كتشوفوا، القليل منهم. هاد بسيبيسه والقعقله هما اللي غيخليو لنا ديك البنه ديال الدجاج المحمر اللي كنديرو مع الطغميره. وهنا عندي ثلاثه الفصوص ديال الثوم اللي كيكونوا كبار، وعندي دويمه صغيره ديال الزعفران والكوزه. هادو هما المقادير البنات. ندوز دابا على بركه الله. هنا عندي في الهاشوار غادي نخلط الكزبره والمعدنوس، وغادي نقطع ديك البصله او لوج البصلات صغار، غادي نقطعهم فوق من هاد الكزبره والمعدنوس. من بعد ما قطعت البصله ديالي غادي نزيد عليها التوابل كامله. غادي نزول الجوز الطيب حتى نبشره. هنايا زدت واحد تقريبا نص كاس عنبه اولا كاس صغير ديال الماء، وغادي نطحن دوك المكونات كيف ما شفتوا طحنتهم، وغادي نزيدهم فوق داك الدجاج اللي كنا ديجا فلحناه. هنا بالنسبه للدجاج انا خليته بالجلده ديالو باش يجيني من الداخل هشيش، ومني كتخليه بالجلده كيعطي واحد البنه احسن مني كنحيدوه من الجلده. وبالنسبه للسيدات اللي ما كيبغوش الجلده حتى هما بطبيعه الحال يقدروا يحيدوه. غادي ناخذ واحد الرشه اللي كتكون خفيفه، يعني كنعرفوا ان الكوزه كتكون مجهده. انا ناخذ واحد الرشه من الكوزه. الكوزه البنات كتواتي الدجاج كتجي معاه، يعني كتعطي واحد اللذه زوينه. وغادي نزيد دوك جوج معالق ديال عصير ديال الليمون، ولا ما توفرش عندكم ديروا الخل ديال الليمون. هنا غادي نستعمل اليد ديالي وغادي نبدا نتبل الدجاج، وغادي نبدا ندخل في هذوك الحفيرات اولا هذوك الفليحات اللي كنت درت في الدجاج، نبدا ندخل فيهم ديك العطريه مزيان. غادي نغطي هذا الشيء كامل وغادي نخليه. بالنسبه ليا انا درتهم وخليتهم تقريبا 4 سوايع. نتوما ماكسيموم خاصكم تخليه يعني الحد يعني القليله خاصكم تخليه واحد جوج سوايع باش تعطينا واحد البنه اللي كتكون لذيذه. هنا من بعد ما ترقد لي داك الدجاج خديت الصينيه ديالي هنايا اللي كتدخل الفرن ديال الزاج، غادي نفرش ليها البصل اللي هو قطعته رقيق كيف ما كتشوفوا. الا ما بغيتوش ديروا البنات البطاطس يمكن لكم ما ديروهش، ولا بغيتوا ديروا الخضر يمكن لكم ديروا اي خضره نتوما كتحبوا بحال الجزر بحال الفلفله بحال القرعه الخضراء حتى هما كيجيو لذاذ. انا اكتفيت هنا بالبصل والبطاطا. ما تنساوش ان البطاطس تقطعوها رقيقه بزاف. صافي ودابا غادي نبداو ناخذ داك الدجاج ديالنا اللي ترقد، وغادي نبداو نستفوه فوق البصل والبطاطا كيف ما قلت لكم. بالنسبه للكميه ديال الدجاج على حسب افراد العائله ديالك كيف ما كتشوفوا. هنايا في الاناء بقى لي ديك الشرموله، غادي ناخذها ونزيدها على الدجاج.
بالنسبه للدجاج البنات كيجي من على برا مقرمش وكيجي من الداخل طري بزاف، وبواحد المذاق اللي تحلفي عليه انه دجاج محمر مع الدغميره. غادي نزيد في هذاك الاناء واحد كاس ما عامرش ديال العنبه ديال الماء، وغادي نسقي به من جناب البطاطس والبصل. غادي نغطي البنات هذه الصينيه ديالي، قبل ما نغطيها قبل ما ننسى غادي نزيد من الفوق داك الزيت. ما تزيدوش البنات الزيت في المره الاولى، خليوه حتى اخر مره وانتم غتدخلوا الصينيه ديالكم الفرن عاد تزيدوا الزيت. الزيت ما كنزيدوش في الاول حيت الزيت كيملى علينا الشرموله باش تدخل لينا في اللحيمات ديالنا. غادي نكون مسخنه الفرن لدرجه عاليه قبل ما ندخل الصينيه، من بعد غادي ندخلها ونغطيها كيف ما قلت لكم بابي كويسون و هذاك الومنيوم. غادي نخليها في الفرن المده اللي شدت لي في الطياب تقريبا ساعه ونصف. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كيف ما كتشوفوا كيجينا محمر من بعد ما كيطيب لينا. كنحيدو داك البابي كويسون، كنحيدو بابي هذاك الالومنيوم، وكنعريو عليها وكنخليوه مشعل الفوق حتى كتاخذ لينا واحد اللون اللي كيكون على هذا الشكل ذهبي. كيجي رائع 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 في المذاق البنات، كيجي ساهل. ويمكن لكم نتوما ديروا غير الدجاج بلا بطاطا كيف قلت لكم وبلا بصله، كتجي حتى هي رائعه. وكانت فكرتنا ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج الفيديو للمواقع التواصل. دمتم في رعايه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين غزالات؟ لاباس عليكم؟ شكون شكون؟